بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في مسألة الحث على طلب العلم، والعلم يشمل تحصيله وفهمه. تحصيله هذا مرتبط بالحفظ، وفهمه هذا مرتبط بالتعقل والحكمة. ولهذا هناك ناس يطلبون العلم جزافا، والجزاف هو الشيء غير الموزون أو المكيل، يعني شيء غير مضبوط. كل شيء غير مضبوط يسمى ماذا؟ يسمى جزافة. فالتمر إذا كيل أو وزن كان تمرا مقدرا، أما إذا لم يقدر كان ماذا؟ كان جزافة. فهناك من يطلب العلم بضوابطه، وهناك من يطلب العلم جزافة، يحصل ولكن لا يفهم، وربما لا يفهم ما حصل، ولو حصل له ذلك الفهم يكون فهما ضعيفا أو ركيكا، إما أنه لا يفهم وإما أن يكون الفهم معوجا أو ركيكا. ولهذا قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعية وذكر من يحمل العلم جزافا. فهمنا من يحمل العلم جزافا. فقال: هذا مثل حاطب ليل. حاطب ليل، الحاطب هو الذي يجمع الحطب، والناس قديما لم تكن عندهم هذه المواقد الموجودة عندنا، فكانوا يحتطبون لإيقاد النيران، وكثيرا ما يوجد في الحطب الأفاعي والعقارب والحشرات الضلة والضارة. فحاطب الليل يجمع الحطب ويحزم الحطب ولا يدري ما بداخل الحطب، مش كده؟ هو بيجمع الحطب ويحزمه، ربما كان هناك ثعبان في ذلك الحطب يلدغ فيكون حتفه وراء هذا الأمر، لأنه يحطب ماذا؟ بليل. أما إذا حطب بنهار فإنه يميز ويدقق. ولهذا ضرب هذا مثلا لمن طلب العلم دون تدقيق أو تمييز، فيقال هذا حاطب ليل. بعض الناس يقعون على ما يظنون أنه أمور موجودة في كتب السلف، يجمعونها ويتكلمون بها، وفي الحقيقة هم يضرون أنفسهم وغيرهم لأنهم يحتطبون بليل. فقال: في من يحمل العلم جزافا، بيحصد العلم وبيجمع العلم ولكن دون تقدير أو ضابط أو تدقيق أو إشراف أو نحو من ذلك. قال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها، ولعل فيها أفعى تلدغ وهو لا يدري. قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين هي. الذي لا يسأل عن العلم وعن حقيقته ولا يعلم مصدره ومسلكه فهذا كحاطب ليل. وهذا محمد ابن الحسن ابن دريد في الأثر 780 قال: سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، متى يكون الأدب ضارا. الأدب لا يقصد به الأخلاق الفاضلة،
فإن الأخلاق الفاضلة لا تكون أبدا ضرة، بل هي دوما نافعة. وإنما يقصد بالأدب هنا رياضة النفس بالتدريب والتهذيب، رياضة النفس، مجاهدة النفس. فيطلق الأدب على السبب وعلى المسبب، فالناتج عن الرياضة هو الأدب، وتسمى الرياضة أيضا بماذا؟ بالأدب. يبقى الرياضة أدب، وما ينتج عنها أدب. فمتى تكون رياضة النفس ضارة؟ إمتى الإنسان لما يجي بقى يعامل نفسه عشان يأدب نفسه تكون ضارة؟ أحيانا بعض الناس مثلا يقول أنا لابد أن أدرب نفسي على الصدق. إزاي؟ إذا كذبت أضع يدي في النار، يوم جايب كده البوتاجاز ويحط يده في النار لغايه ما تتحرق، وبعد كده يروح الطوارئ ويقعد شهرين ثلاثة في القصة بتاعت العلاج ويقول لك أنا بدرب نفسي. أو واحد يقول أنا هدرب نفسي على الأدب. إزاي؟ إن هو لا يتكلم لمدة شهر، تيجي تكلمه يبص لك وما يردش، وحين يعمل إشارات هو يسمعك ولكن لا يتكلم. لا تظن أني أمزح، لقد حدث هذا بالفعل، يعني حدث ذلك الأمر بالفعل. أو واحد يقول أنا سآخذ نفسي بالتدريب أن أجعلها لا تنام. الأخ كل يوم بينام 9 ساعات إلى 15 ساعة، الله، اليوم كله بيتهلك. يصحى من النوم يدوبك يأكل لقمة يروح الكلية، اليوم خلص، وكل يوم شبه الثاني والثالث والرابع، وأسبوع واثنين وثلاثة وشهر واثنين وسنة واثنين، وده حاله. حضر بقى مجلس علم وسمع السلف وكهدهم في الطلب، ألا كان لابد أن أعلم نفسي الأدب. فيأخذ نفسه بالأدب أي يريضها، يقول لك أنا بقى هقعد شهر ما نمش، ولما أجي أنام أنام على المكتب، يوم حاطط راسه على الترابيزة وينعسان، ينام نص ساعة ساعة، ويستمر على هذا الوضع لمدة ماذا؟ لمدة شهر. فالرياضة أدب، والأخلاق الفاضلة أدب. هنا الحافظ البغدادي بيقول أحيانا تكون هذه الرياضة اللي هو أخذ النفس بالأدب، أو هذا الأدب أي أخذ النفس بالرياضة، أحيانا يكون ضارا، ممكن يكون ضار. إزاي؟ قال إذا نقصت القريحة. إيه يعني القريحة؟ الملكة التي يصدر عنها الفهم وكل أعمال الفكر الإنساني، كل أعمال الفكر الإنساني، الاستنباط، التحليل، التركيب، التجميع، الاختصار، التركيز. فالحاجات دي كلها أصلها ماذا؟ ملكة، موهبة ركزها ربنا عز وجل في النفس البشرية. ولذلك أحيانا يعرف الأصوليون الاجتهاد بأنها ماذا؟ ملكة الاستنباط. يعني إيه ملكة الاستنباط؟ اللي هي القريحة، اللي هي قدرة النفس على الاستنباط. إذن ليس كل الناس يستطيع أن تكون عنده هذه الملكة بصورة كبيرة. كل إنسان عنده ملكة بها يفهم ويستنبط، ولكن أحيانا تكون هذه الملكات بسيطة، وأحيانا بتكون ماذا؟ عميقة، مش كبيرة، ما تقولش كبيرة، تقول عميقة. يبقى أحيانا تكون ساذجة وأحيانا تكون عميقة. لما تشوف واحد تسأله أنت في سنة كام؟ يقول لك أنا في سنة تانية إعدادي. تسأل الثاني أنت في سنة كام؟ يقول لك أنا في ثالثة جامعة. يبقى الملكة هنا تقول لك إيه؟ تقول لك إن ده هو أكبر من ده، مش كده؟ دي ملكة بسيطة ساذجة. طب لو واحد قال إن الاثنين زي بعض يبقى عنده ملكة؟ لا، فيش عنده ملكة أبدا. فركب الله تعالى ملكة النفس
في الإنسان فطرة ولا تحيد عنه إلا إذا ضاع عقله. العقل أول ما يضيع الملكة دي تتلخبط، فبالتالي لا يستطيع أن يميز بين الطويل والقصير والسمين والرفيع والكبير والصغير والأقدم والأحدث، كل القدرات التمييزية العقلية يفتقدها الإنسان. يبقى طالب العلم لابد أن توجد عنده ملكة، ملكة الحفظ أي قدرة النفس على الحفظ، ملكة الفهم قدرة النفس على الفهم، ولكن لا ينبغي أن يكون في الحال الأدنى أو الأقل، وإنما يدرب نفسه على ماذا؟ على إنماء الملكة وتطويرها. لابد الملكة دي تكبر. شيء آخر، الملكة دي يا إخواني زي البالونة، عشان أقرب لكم المسألة. البالونة دي كل إنسان على حسب جهده، العيل الصغير يجيب آخره يدوبك تبقى قد كده، مش كده؟ راجل كبير وقلبه قوي ونفسه كبيرة يخليها ما شاء الله، صح ولا لا؟ هكذا هو العقل وما أودع الله تعالى فيه ذلك العقل من ملكة، ملكة الفهم، الاستنباط، التركيب، التركيز إلى غير ذلك. فلو أن إنسانا طلب العلم ولكن نقصت ملكته، الملكة دي بقت ناقصة، إيه اللي يحصل؟ يترتب على ذلك مفاسد عريضة. وإذا طالب العلم لابد أن يتعود على ماذا؟ على إنماء ملكاته، دي مهمة جدا. ولكن لما يجي طالب العلم ما يهجمش على العلم، ناخده حتة حتة، واحدة واحدة، ماشي؟ بالضبط كالسيارة، أول ما تطلع لابد تسخن الأول وتمشي صغيرين وتشد وتشد وهكذا. كذلك فسئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا أي غير نافع، قال إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. كثرت الرواية، جمع رواية كثيرة، عنده ما شاء الله نصوص كثيرة من أحاديث وآثار كثيرة جدا، ولكن لا يستطيع أن يستفيد منها، لا يستطيع أن يستفيد منها، فحامل الرواية ولكن لا يستطيع أن يستفيد منها كحامل الماء وهو عطشان، كحامل الماء وهو عطشان. رجل ما شاء الله حافظ 4000 5000 10000 حديث، ولكنه لا يستطيع أن يقف على حكم الله في مسألة، وهذه المسألة قد حصلت عنده بالدليل ولكن مش قادر يفهم هذا الدليل، فهذا الرجل يكون التحصيل العلمي عنده ليس بالعالي. فإذا أراد أن يعمل فهمه من غير الملكة أفسد كثيرا. من هذه الطرف أن راوي، هذا الراوي كان لا يقضي حاجته بليل أو نهار حتى يوتر، يعني مثلا قضى حاجته الساعة 10 صباحا، دخل الحمام الساعة 10، يوم راح يتوضأ الله أكبر، يقوم مصلي ركعة وتر، مثلا قبل الظهر، بعد العصر، قبل العصر، بعد المغرب، في أي وقت يقضي حاجته يتوضأ ويصلي وترا. فلما سئل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني إذا دخل أحدكم الحمام أعزكم الله فطلب الجمار لقطع الخارج من بول أو غائط فليوتر، فلابد يوتر. المشكلة هنا في النص ولا في فهم النص؟ في فهم النص. إذن حدث الإشكال هنا في ماذا؟ في فهم النص. الرجل الذي مع رقاقة حاله كان يشتري نعالا كثيرة، يشتري مثلا بنزة بتاع المطافي ده، جزم الجديدة دي جزئين،
وجزم جوزين وبوت جوزين وتشوز جوزين وبتاع كل حاجة ما شاء الله وشباش وحاجات كثيرة جدا. طيب نسمع القصة بعد العشاء. صاحبنا الذي أكثر من حيازة النعال بكل أنواعها وأشكالها وألوانها، فلما سئل عن ذلك لماذا وأنت رقيق الحال لو أنك صرفت هذا المال في لباسك ومشربك ومأكلك لكان أولى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال. أكثروا من النعال هو ده الجزء الذي حفظه من الخبر، أكثروا من النعال. فكلاهما أوتى من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة فهمه. النص ثابت. فالأول من استجمر فليوتر، استجمر أي طلب الجمار لقطع الغائط. وهذا الحديث في أبواب وكتب الطهارة، ولكن هذا الرجل أوتي من قبل ماذا؟ فهمه. وهذا من الخطأ الكبير أن يقطع نص الحديث عن مورده ويتجلى هذا في الخبر الثاني، أن الناس كانوا يسافرون ويقطعون المسافات الطويلة فتتقطع نعالهم، والنعل بخلاف الخف، الخف ما يلبسه الإنسان من جلد رقيق، فإذا كان أسفله سميكا سمي هذا بماذا؟ بالنعل. يبقى الفارق بين النعل والخف إن النعل ده تحته إيه؟ زي جلدة تخينة كده، زي ما بنشوف الجزم عندنا أعزكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالإكثار من النعال لأنهم يمشون في الصحراء والفيافي، فربما تقطعت نعالهم. يبقى لما يتقطع نعل مفيش وقت إن هو يصلحه ولا وقت يوديه لإسكاف، يقوم سيبه ويلبس نعل آخر. وهذا موجود حتى في الحروب، يعني لما يكون في هناك حروب يصرف لكل جندي بيتين ثلاثة، بحيث وبيجري لو البيادة اتقطعت مفيش وقت إن هو يصلحها ويعمل، يرميها ويلبس إيه؟ بيادة تانية وهكذا. ولهذا قال فإن المنتعل أو فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. الواحد طالما لابس نعل يستطيع أن يمشي في الرمل وفي الزلط وفي الجبال، فيكون حكمه كحكم ماذا؟ الراكب من حيث الانتعال. فهؤلاء الناس وأصنافهم كثير كثير أوتوا من جهة ماذا؟ من جهة التحصيل ولا من جهة الملكة؟ من جهة الملك. ولهذا يعرف العالم الأصولي المجتهد الذي يستنبط الأحكام فيقال المجتهد من توافرت عنده ملكة الاستنباط. فسئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، وعرفنا الأدب لا يقصد به المنتج الأخلاقي، ولكن المقصود بالأدب هنا ماذا؟ الملكة المستقرة الداعية إلى التدريب والمعاملة. المعاملة والتدريب متى يكون ضرا؟ بيقول إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. ثم يقول الحافظ البغدادي ولعله، أي ذلك الرجل الذي يحصل الرواية ولا يجمع مع الرواية الدراية، الدراية اللي هو الفهم. وهذا وجه آخر للذين يخطئون في الدين، الذي يخطئ في الدين واحد من جهة الفهم زي أصحاب الكلام وأصحاب الرأي، وواحد من أهل الرواية يقف عند الرواية ولا يجمع معها الدراية، ماذا يكون حاله؟ ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته. فقيه الوقت
لا يقصد به هنا كما يفهم عند الرافضة، ولكن فقيه الوقت في مكانه. الحافظ البغدادي كان في القرن الرابع الهجري، وكان العلم منتشرا، فلا توجد مصر من الأمصار، لا يوجد مصر من الأمصار ولا جال من البلاد إلا وفيه العلماء متوفرون. العلماء في كل مكان، حتى في العزب الصغيرة والنجوع البعيدة، العلماء في هذه الأعصار كانوا متوافرين، كانوا فقهاء ومفسرين وأصوليين ولغويين ومبدعين، كانوا موجودين، لدرجة أن بعضهم قال إن مكانا لا يوجد فيه عالم مجتهد تجب الهجرة منه. افترضنا أن في عزبة، العزبة دي فيش فيها فقيه، تعمل إيه؟ الناس يسيبوها، لأن وجود العالم بين الناس كوجود الماء وأشد، كوجود الماء وأشد. أترى حاجة الناس إلى الماء الذي يشربون؟ كذلك حاجتهم إلى العالم الذي يأخذهم إلى ربهم ويقربهم إليه. ولذلك شبهوا العلماء كالقطر، فالعالم كالقطر حيثما نزل نفع، كالمطر حيثما نزل نفع. فهذا حصل الرواية، جمع الروايات بأسانيدها وأكثر حفظه، فإذا نزلت به مسألة لم يجد أحدا يسأله، لم يجد فقيها وقته، لم يجد رجلا فقيها كبيرا يسأله، يعمل إيه؟ وعسى أن يكون الفقيه حديث السن، ممكن يكون شاب صغير ولكن طلب العلم منذ الصغر، يكون عنده 20-25 سنة وطلب العلم منذ سن عمره الأول من 5 و6 سنوات، فلما بلغ 25 سنة كان ما شاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية تصدر للتدريس والإفتاء وهو دون 20، دون 20، ولم يداخله في ذلك عجب ولا رياء، بل كانت عنده المسامحة وكان عظيم المجاهدة. ليس شأنه كحال الذين يطلبون العلم جزءا يسيرا منه فيطيرون به إلى السماء، ويريدون أن يضع الناس وجوههم إلى الأرض بين أيديهم، لا. فعسى ذلك الرجل الجامع للروايات لا يجد فقيها يسأله، فلا يجد إلا شابا صغيرا فيستحيي، يتكسف، يقول أنا راجل شيبة أروح أسأل الشاب الصغير ده؟ يا ذي العيبة، فيستحي أو يأنف من مسألته، يأنف، يتكبر أنه يسأله، يتكبر أنه يسأله. ودي موجود ليس في علم الشرع بس، ولكن في كل العلوم والفنون. يعني مثلا الجراحات الدقيقة المعتمدة على الآلات الدقيقة الحساسة، الشباب مستواهم في هذه الجراحات أعلى بكثير من الأساتذة الكبار. الأساتذة الكبار من 50 سنة وانت طالع ما تعلموش على الأجهزة دي. مين بيتعلم على هذه الأجهزة؟ اللي هم النواب والمدرسين المساعدون. يا ترى يجي أستاذ جامعة عنده 50-60 سنة يسأل النائب اللي عنده 25 سنة أو المدرس المساعد اللي عنده 30 سنة يسأله؟ يتكبر، إزاي؟ أنا البي أسأله دي تعمل إزاي؟ ويا ترى الجهة تبقى عاملة إزاي؟ والوقت يبقى قد إزاي؟ يصيبه الكبر. ولذلك من تكبر في العلم ما حصله، يعني عدو العلم الكبر، عدو العلم الكبر، المتكبر لا يصل ولا يمكن أبدا أن يصل، حتى لو وصل فإن العلم يكون سببا من أسباب فساده. ولهذا يعني كانت هناك أبيات كثيرة في هذا المعنى، في هناك أبيات كثيرة ذكرتها من قبل. وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته، يتكبر ويضيع
ويضيع أمر الله في تركه. أمر الله إذا الحكم الذي جعله الله تعالى يضيع لأنه ألف عن المسألة، ويضيع يرحمكم الله ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته. يعني لا ينبغي أن يترك حكم الله تعالى في حل أو حرمة في هذه النازلة، لأنه لو ترك ذلك لضاع الحكم في هذا الأمر. ما الذي حمله على تضييع حكم الله في هذه النازلة؟ ماذا؟ هو الكبر الذي أصابه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. الأثر 782. قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إمتى نقول الناس بفضل الله عز وجل يمشون في النور التام، وإمتى نقول الناس يسيرون في الظلمة الدامسة؟ إمتى؟ قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. لما نجد الفقهاء الذين يرشدون الناس هم النبتة الصغار، ودائما الصغير يحتاج إلى إنضاج، يحتاج إلى إنضاج. لو أنك قرأت كتابا وأنت في ريعة الشباب، عندك 25 سنة قريت الكتاب ده، وقرأته وأنت عندك 50 سنة، يا ترى القراءة هي القراءة ولا تختلف؟ هتختلف تماما، تختلف تماما تماما. ولهذا من الخطأ بمكان أن يقول فلان شيخي الكتاب، يأخذ من الكتاب ويتكلم، دي مسألة في منتهى الخطورة، ولا يجوز له ذلك إلا إذا عدم من يعلم. لو ما تلاقيناش خلاص. أما الذين يستطيلون فهذه مسألة خطيرة، يفسدون كثيرا. تجد أخ يدوبك بيستطيع أن هو يتهجى، خلص رسالة، قرأ رسالة، يروح يدرس ويدرس هنا وهنا 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 وبقى شيخ. خلال سنة واحدة بقى إيه؟ بقى شيخ خلاص، سمع الرسالة دي وبدأ أن هو يدرسها مرة واثنين وثلاثة، وممكن يعمل عليها حواشي، وممكن انه هو يشرحها وشرحها، فبقى ايه؟ فبقى شيخ. هل يمكن له بعد ذلك ان يستفيد من نفسه؟ هيهات، الا اذا اراد الله به الخير. اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، واذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. انا بقول دي من حيث الجمله، والا يمكن أن نجد بعض الشباب يوفقهم الله تعالى لما هو أهدى وأسد. هذا أمر قد يوجد، ولكن بنتكلم عن الأحكام العامة. وإن أدركه التوفيق من الله، اللي هو اللي بيطلب الرواية ولكن عدمت الدراية، وإن أدركه التوفيق من الله وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يزري به. يزري به يعني يحتقره ويلومه، يعذبه على عجزه في مقتبل عمره. لما يبقى راجل كبير عنده 50 سنة ويزيد، والراجل ده يجي يتوضى مش عارف يتوضى، مش عارف يتوضى. والمسألة دي يا إخواني والله بتقع. انتوا لو نظرتم الى الناس وهم يتوضؤون ربما تجدوا عجبا، تجد هناك ناس يتوضؤون فلا يسبغون الوضوء. طب اللي عنده 50 سنه ده ممكن يسال اللي بيتوضى جنبيه، ولد عنده 11 سنه بس بيتوضى وضوء جميل، هل يساله؟ لا ما يسالوش. ونحن صغار كان تقص علينا قصه الى الان الله ادرى بسندها، ولكن هي طريفه. يذكر أن الحسن والحسين كانا يتوضأان، فأبصر رجلا لا يحسن الوضوء. الرجل
يعني يغسل وشه ومسافه يخشه بالميه ويغسل رجليه قبل وشه. الراجل مش عارف يتوضا. هذا رجل شيبه كبير، لو قال له انك قد اسات في وضوئك يقول لهم يا اولاد الادب انتوا لا تعلموني، المعزه تعلم ما هي الرعيه، ولا يلتفت اليه. الذي حدث انهما تحاكما الي، يا عمي قد اختلفت مع اخي، ايونا اصح وضوءا من الثاني؟ شوف وضوئي وشوف وضوء اخويا واحكم بيننا. ودي برضك من الحاجات اللطيفه اللي اتعلمها، اللي هو كيف يمكن ان تدخل دخلا طبيعيا وصحيحا الى الاخر. فتوضأ الحسن وهو أسن، ودي برضك من الأشياء الطيبة، ابدأ بالأكبر فأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين فأحسن الوضوء، فتعلم الرجل الوضوء وعلم أنهما يقصدانه. يبقى هم عاوزين يعلموه ولكن بطريقة غير مباشرة. التعليم بالطريقة غير المباشرة من أنجح وسائل التعليم. التعليم بالطرق غير المباشرة من أنجح وسائل التعليم. يعني افترضنا مثلا أنا أريد أحفظ الأولاد أحاديث، لو قلت لهم الحديث الأول يلا نحفظ الحديث الأول، ممكن الأولاد يتهيبوا حفظ الحديث. لكن لو قلت لهم قصة حدوتة وفي وسط الحدوتة ثلاث أربع أحاديث، صدقني سيحفظ الأولاد هذه الأحاديث. إذن التعليم غير المباشر أجدى وأعظم أثرا في النفس من التعليم المباشر. لو واحد مثلا عمل حاجة غلط، لو قلت له فلان على فكرة اللي انت عملته ده غلط، زي ما بيحصل راجل راكب عربية ملاكي رابية عالية جدا وبيأكل موز، جنبه بقى 5-6 كيلو موز وياكل الموز ويرمي على الطريق. سيبنا ان ده سلوك غير حضاري واستقبال للطريق، لكن هذا احداث الضرر. ممكن عربيه الكاوتش بتاعها يتزحلق من على الموز، ممكن واحد ماشي يتزحلق رجله تتكسر. الله، طب الراجل ده كيف تعلمه؟ لو انت قلت له وانت بجواره او خلفه، ودي سواق العربيه اللي بيجوه مثلا، هتقول له ايه؟ لو قلت له يا فلان ما تاكلش الموز، ما ترميش القشر بره، انت ما تفهمش، انت مش عارف مش عارف ايه. لا، اتبع طريقا غير مباشره. فهذا الرجل حصل العلم ولكن رجل كبير في السن. فبيقول وان ادركه التوفيق من الله وسال الفقيه لم يامن ان يكون بحضرته من يزري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره. يبقى راجل كبير ما تعلمش، سبحان الله، إذ فرط في التعليم. يا إخواني كل واحد فينا يجتهد في طلب العلم، وليس المقصود بطلب العلم تجيب الكتاب وتقرأ وتحفظ فقط، لا، ممكن يكون من طلب العلم السؤال، السؤال تعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة. إذ فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما، أي حزينا، وعلى ما أسلف من تفريطه نادما. وهناك قصة، فعم محمد ابن عبيد، ونختم بها هذا المجلس، قال جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش. الأعمش هذا من جملة علماء السلف. فسأله عن مسألة، الرجل اللحية كبيرة عظيمة دي بيسأل عن مسألة، ولكن هذه المسألة بسيطة جدا، بسيطة جدا لا ينبغي لمثله أن يجهلها. فقال فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان، مسألة بسيطة يعلمها الأولاد الصغيرين يحفظها الصبيان. فالتفت إلينا الأعمش فقال انظروا إلى لحية تحتمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان. دائما السؤال يعكس شخصية السائل، السؤال يعكس شخصية السائل وقيمة الإنسان تحت لسانه. فهذا رجل كبير ولكنه يسأل مسألة بسيطة. هذا وإن كان ليس بخطأ،
ولكن لابد الإنسان أن يجتهد في طلب العلم ما تهيأ له ذلك، وأفضل ذلك الطلب أن يبدأ بطلبه منذ الصغر، حتى إذا سن لا بأس أن يطلب. وذكرت من قبل أن هناك بعض العلماء الأكابر طلبوا العلم عن كبر وفقهم الله وسددهم وصاروا أئمة أزمانهم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يهدينا إلى الحق كله، وأن يصرف عنا الشر كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.